صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رجل ممن يكتب في التقويم السنوي الهجري، وقد كتب في تقويمه أن يوم الإربعاء القادم سيحصل كسوف للشمس، فهل يعد هذا من ادعاء علم الغيب؟ لا، هذا ما هو من ادعاء علم الغيب، هذا من علم الحساب. يعرفون سير الشمس وسير القمر، إذا اجتمع وإذا افترق، متى يحصل الاجتماع فتكسف الشمس، متى يحصل الافتراق فيكسف القمر، هذا يدرك بالحساب، درجات الفلك، ما هم من علم الغيب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الله. لكن الإخبار عنه في الجرائد والإخبار عنه هذا من التنطع، كان العلماء يعرفون هذا وهم أحذق من هؤلاء، ما كانوا يخبرون الناس بهذه الأمور، أما الإخبار عنه هذا من التنطع. نعم، ومن التشويش على الجهال، يقولون هذولا يعلمون الغيب. نعم.